السلام عليكم خالد خياطي العسري، متتبع المحلي في مدينة المحمدية. كتعرف كاين واحد التحالف ثلاثي يعني على الصعيد الوطني ما بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني الأحرار. حنا اللي جينا نحسبوا هذه العملية هذه كنشوفوا بأن كاين 17 مقعد ديال التجمع الوطني الأحرار وكاينين 7 ديال الأصالة والمعاصرة زائد 3 ديال حزب الاستقلال هي 27. كنظن ان في هاد ال 31 كيزيد يدخل معاهم حزب الاتحاد السوري بمقعدين هي 29، ومقعد ديال حزب السنبوله حزب الحركه الشعبيه، وعلى ما اظن يكون الحزب الاخير هو حزب ديال الزيتونه. بالنسبه للممتنعون غيكونوا ثلاثه الاحزاب، على ما اظن ثلاثه الاحزاب فيهم العداله والتنميه بثلاثه المقاعد، بما فيهم الاتحاد الشرقي بثلاثه المقاعد، بما فيهم حزب ديال اليسار الديمقراطي، والمعارضه فيها واحد هو حزب ديال البيئه والتنميه. هذا هو التصور قبل ما نعرفوا هذا الشيء، هذا التصور ديالي الخاص. الانتخابات دازت بس جو زوين يعني عادية، كل واحد دار الحملة ديالو بطريقته والناس صوتوا على اللي بغاو. يعني كان شعار ديال الساكن أن ولد البلاد هو اللي يسير مجلس بلدي، بما أنك تعرفوا هشام أتمنى ولد المدينة وترعى في هذه المدينة وكبر فيها، يعني هو اللي صوتوا عليه الناس بأكثرية، جاب 17 مقعد يليه حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الشراكي كل 3 المقاعد، العدالة 3 المقاعد، حزب الاستقلال 3 المقاعد، الاتحاد الشرقي 3 المقاعد. ما تبقى مقعدين مقعدين مقعد مقعد مقعد. معك الرقي عبد الغني، مستشار جماعي إذا جماعة المحمدية باسم تحالف إدارة اليسار بالرمز ديال الرسالة. حضرنا اليوم لهذه الجلسة الأولى اللي وفق القانون الجريمة العمل اللي مخصصة فقط لانتخاب الرئيس والنواب ديال الرئيس والكاتب العام الكاتب ديال المجلس والنائب ديالو. كانت جلسة عادية، كانت جلسة اللي ماشي عادي فيها وأنها كانت مغلقة، ما كانش حاضر الجمهور. الباشا ديال المدينة اللي كان مرأس واللي افتتح برر أن كل جلسة مغلقة برروا بأنه كاين ظروف ديال كورونا إلى غير ذلك، ودخل شي اعتبارات أمنية وإلى غير ذلك. المهم إذا كانت جلسة مغلقة، كان داز جو عادي جدا وفق المتوقع، ما كانش شي مفاجأة. كان الجميع كيعرف بانه كاين عندنا مرشح واحد من بعد ما سحب السي عبد الحميد الجماهري ممثل ديال الاتحاد الشرقي، سحب البارحه الترشيح ديالو، فاذا بقى عندنا مرشح واحد للرئاسه اللي هو هشام ايتمنى. ففي البدايه ديال الجلسه طلب الباشا بن السي عبد الحميد الجماهري باش ياكد السحب ديالو، فعلا اكد السحب ديال الترشيح ديالو، اذا بقينا امام مرشح واحد اللي تم التصويت عليه عمليا بالاغلبيه ب 31 صوت وامتناع 9 ديال الاصوات، 9 الاصوات اللي من ضمنهم حنا، من ضمنهم تحالف اداره اليسار صوت امتنعنا حنا والمستشارين ديال الاتحاد الشراكي وجوج مرشحين جوج عفوا المستشارين ديال الاتحاد الشراكي والمستشارين ديال الشراكي الموحد، وتزادوا شي جوج اعتقد ديال العداله والتنميه حتى هما صوتوا بالامتناع حنا 9 اذا اللي امتنعنا. فكذلك نفس السيناريو غيتعاود يتكرر فيما يتعلق بانتخاب نواب الرئيس اللي هما 8، وانتخاب كذلك الكاتب ديال المجلس ونائبه نفس السيناريو، غير كانت واحد الملاحظه هي انه العدد ديال الممتنعين زاد والعدد بطبيعه الحال ديال الموافقين نقص، ولا 25 اللي كيوافقوا وكيمتنعوا 16، فتضافوا شي مجموعه ديال المرشد ديال المستشارين ديال البام ديال الاصاله والمعاصره اللي هما مشاركين عمليا في الاغلبيه، هما نواب الرئيس فيهم نواب الرئيس، مع ذلك شاركوا مع ذلك امتنعوا. حنا كنتمناو انه نرجعوا للمدينه، وهذا كان عنوان ديال البرنامج الانتخابي ديالنا، نرجعوا للمدينه الهويه ديالها كمدينه جميله، كمدينه ديال الزهور والريادات الجميله. هذا هو الطموح ديالنا، انه من مختلف المواقع اللي حنا فيها، اذا تنتمنى ان نرجعوا للمدينه هذا البريق ديالها وننتشلوها من ذاك التخلف اللي كتعيشوا المدينه المحمديه اللي هي اليوم عباره على قريه كبيره في حقها. وهذا شيء مؤسف بالمظاهر اللي كنشوفوا ديال الفوضى ديال باع المتجولين ديال الكلاب الضاله ديال التجاره غير المنظمه ديال
الاسواق العشوائيه ديال المحطات، واحد العديد ديال المحطات الطرقيه، ما كاينش محطه طرقيه محترمه بالنسبه للمحمديه. هادشي كله كنعيشوا كيرجع للمدينه، مع الاسف رجع هادشي للمدينه بسبب السياسات المتبعه منذ عقود من الزمن ديال كاع اللي تعاقبوا على المسؤوليه في المحمديه، رجعوا للمدينه اللور. هادشي كنتمنوا اننا نحاربوه خلال هاد التجربه هادي. تحياتي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.